التأمين الصحي التعاوني اللي كان موجود والناس تعرفه هو التأمين الخاص، لكن اليوم نتكلم عن التأمين الصحي الوطني أو الحكومي كما يسميها البعض. هذا التأمين يختلف عن التأمين الخاص في عدة نواحي. أولا لن يكون هناك تحمل أو مبلغ تحمل أو قيمة يدفعها الفرد لشراء هذا التأمين. هذا التأمين مدعوم من الدولة 100%. لن يكون له تجديد، هو مدى الحياة للشخص. أيضا هذا التأمين ليس له سقف أعلى. بعضهم يقول لك كم البوليصة التأمينية لك؟ فيقول لك مثلا 500,000. الحد الأعلى للبوليصة 500,000، إذا خلصت وقف التأمين. هذا التأمين لا حد له. فالتأمين الحكومي نتكلم عنه اليوم مش الهدف منه ربحي أو الهدف مالي، الهدف منه حوكمة أكثر للتدفقات المالية اللي كانت تطلع من الحكومة لعلاج المواطنين بشكل أفضل. أيضا ضمان جودة. لما نتكلم عن تأمين معناته رقيب خارجي على الخدمة الصحية. هنا الرقيب المركز الصحي، المركز الوطني للتأمين سيكون هو الرقيب. فوجود رقابة عالية على العمليات التي تتم، على جميع الإجراءات التي تتم في الخدمات الصحية وطريقة تقديمها من طرف آخر يهمه أنه لا يوضع النفقات المالية اللي تصرف إلا في الشكل الصحيح، تقدم الخدمة بالشكل الصحيح، سيكون له دافع كبير في رفع مستوى الجودة في الخدمات الصحية.